مصر يا بلدي مصر مصر مصر. تشاهدون الآن أعلام الأمة، الأستاذ محمد السجيني. أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني يا حبيبتي يا مصر. أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار، حياهم رب غفار. أعلام الأمة قد رفعوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة من أعلام الأمة. والآن نحن نتناول أعلام الأمة المعاصرين، نسأل الله جل في علاه أن يرحمهم رحمة واسعة، وأن يدخلهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومع الجزء الثالث من سيرة فضيلة الشيخ الحبيب رحمه الله رحمة واسعة، إمام أهل السنة الأسبق والرئيس العام للجمعيات الشرعية في مصر، وهو فضيلة الشيخ العالم الجليل عبد اللطيف مشتهري. والحقيقة على مدى حلقتين سابقتين استمتعنا كثيرا بحياة هذا الرجل وبمواقفه، وسريعا أنتقل بحضراتكم إلى موقف كنت في نهاية الحلقة قد بدأته لكنني لم أستطع أن أكمله لضيق الوقت. هذا الموقف هو الذي يدل على اعتزاز الرجل بعلمه، واعتزازه بالقرآن، واعتزازه بالسنة، واعتزازه بهذا الدين العظيم. في عام 1944 الرجل كان الأول على كلية أصول الدين جامعة الأزهر، والملك فاروق دعا أوائل الخريجين لتكريمهم في القصر الملكي. فالقضية أو المسألة معروفة ومشهورة لدى السادة العلماء ولدى السادة الدعاة في مصر وفي العالم العربي والإسلامي، لكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وطبعا كثير من الأجيال الحديثة لا يعرفون يا جماعة هذه المواقف، وهذه مهمة أعلام الأمة كما تعلمون، أنه ليس برنامجا للروايات والحكايات، وإنما هو برنامج تربوي يذاع من هذه القناة المباركة، قناة الرحمة الغراء. الموقف هو أنه الملك فاروق دعا أوائل الخريجين من مصر في الكليات لتكريمهم في القصر الملكي. فالشيخ مشتهري رحمه الله كان الأول على كلية أصول الدين، ويقول الشيخ مشتهري بقى دعانا أصحاب التشريفات والبروتوكول وكل هذه الأمور في القصر، وعملوا معانا اجتماع، وهذا الاجتماع كانوا يدربوننا على إيه؟ على كيفية مقابلة الملك وكيفية مصافحته، وخد بالك معايا، وتقبيل يده، ثم الانصراف بطريقة ما، يعني علموهم ما يسمى بالبروتوكول في النظام الحديث. دخل الطلبة وسلموا، الطلبة الأوائل طبعا، وسلموا على الملك، الملك فاروق. وجه دور فضيلة الشيخ مشتهري رحمه الله، ولكنه صمم أن ينفذ ما في باله وما في خاطره. هو إيه بقى الذي كان صدمة للجميع والذي أثار دهشة الجميع واستغرابهم، وتحدثت عنه الصحف لفترة طويلة؟ هذا الموقف هو إنه فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري حينما دخل على الملك فاروق صافحه بعزة، قامته مرتفعة، وسلم عليه، ثم انصرف في عزة وإباء وشموخ، مما أثار دهشة الجميع. الشيخ مشتهري بيحكي الحكاية دي وبيقول إنه الملك فاروق وهو يصافحنا، وكنا في شهر أغسطس 1944 وفي عز الحر، وهو شهر مشهور بحرارته العالية، والملك
يرتدي في يده قفازا من الجلد، يعني اللي احنا بنسميه جوانتي، حتى يصافحنا بهذا القفاز، وحتى لا تلامس أيدينا يده الكريمة. وطبعا الشيخ مشتهري بيستهزئ في هذه الحالة وبيقول إن هو إما أنه استعلاء علينا أو تكبر علينا، وإما أنه لا يريد أن تمس يده أيدي أبناء الفلاحين الكادحين. وهذا طبعا يذكرني الحقيقة بما قاله القاضي الجرجاني عن العلم والاعتزاز بالعلم: ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فابتياع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في القلوب تعظما. تعالوا حضراتكم نشوف أول مقطع في هذه الحلقة المباركة عن الشيخ عبد اللطيف مشتهري، نشوف القصيدة الجميلة كده التي ألقاها في درس علم في الجمعية الشرعية بالقاهرة. أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار. أنا الآن بنطق بألفاظ بعبر بها عن معاني الله بيقولها، وكلها متفقة مع الإسلام، ما فيش فيها لفظ جاي يعني نكذب بها على الله نفسه، لا. لسان الحاضر الإلهية يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، تفرد عز وجهي بالبقاء، فما أعددت لي يوم اللقاء، عبيدي إنني مولى الموالي، أما آن الدخول إلى حمائي، إلى كم أنت تعرض عن جنابي، وليس لديك من مولى سوائي، أنا للعبد أرحم من أخيه، ومن أبويه أبسط للعطاء، أنا الله المدبر كل وقت، وتدبير الخلائق في هبائي، أنا الأزلي قبل الخلق طرا، وأظهرت الورى بعد اختفائي، فمن أنشاك من ماء مهين وأنت بظلمة الأحشاء نائي، ومن سواك في شكل بديع على كل الخلائق باستوائي، أتذكر مضغة أنشئت منها بأنواع القذارة والقذاء، وقلت لها على التخصيص كوني، فكان الطوع أمري بالنداء، أتذكر حين كنت ببطن أم، أما غذاك رزقي في الحشاء، وهل أحسست من حرج وضيق كما أحسست في وسع الفضاء، ومن أبدى لجسمك من مضيق، ومن بالأم يلطف في القضاء، ومن أجرى اللبان بها غذاء، ومن والاك أنواع الغذاء، وألهمك الرضاع وأنت طفل، وحننت الشفوقة من إبائي، تزيل أذاك وهي بطيب نفس، وإن تبكي تسارع بالبكاء، وإن تدنو لك الأمراض يوما، سمعت أنينها من ذي العناء، وتمنع أحسن المأكول عنها لتأكله وترجو للشفاء، وفيك أبوك يصبح في اجتهاد، ويمسي في هموم مع شقاء، ويطلب أن تصح له دواما، ويرجو أن تخلد بالبقاء، وقد أنبت كالزرع ابتداء، وما تدري لطعم أو سقاء، وأحسنت القوة من محض فضلي، وصرت من الرجال الأقوياء، فغرك ثوبك الزاهي بجسم، ولم تذكر لشيب وانحناء، وتهت من الشباب على جنابي، تنازعني الردى من كبريائي، بوجه لا يمل من المعاصي، وعين طرفها في الإثم رائي، وآذان تصم لدى كلامي، وتسمع للملاهي والغناء، وأنف
يأنف الفقراء دواما ويرضى الغبي والأغنياء. لسانك لا يواليني بذكر وفي خلق بمدح أو هجاء، وأيد لا تمد إلى حلال وأما الحرام فبالنماء، وقلب ليس يذكرني بخير وفي شكوى وسخط ذو اجتراء، وأقدام إلى الأهواء تسعى وفي خير تقصر بانطواء، وأعضاء نشيطات قيام لشيطان وللمولى بداء، وهمتك العلية في دنيء وفي شرف تحط عن ارتقاء، وماذا تشتكي مني وإني أواليك الكثير من العطاء، وكل دقيقة يأتيك رزقي وتشكو للعبيد أو الإماء، وتعصيني وأستر ما أراه وتنساني وأذكر بالوفاء، وأرضى أن تكون العبد عطفا ولا ترضى لنفسك بالنماء بالولاء، وأرضى أن تكون العبد عطفا ولا ترضى لنفسك بالولاء، إذا أذنبت أمهل من جميلي وأستر ما يراه كل رائي، وأنسيها ملائكة كراما لكي لا يشهدوا يوم الجزاء، وفضلي لا يزال إليك يجري وذنبك لا يزال على البلاء، وفضلي لا يزال إليك يجري وذنبك لا يزال على الولاء، وتعصيني بليل أو نهار ووجهك لا يرد من الحياء، وتأتي للعبادة في فتور كأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان من شرك الرياء، وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء، ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء، وتعجل خوف تأخير لشغل كأن الشغل أولى من لقاء، وإن كنت المصلي بين خلقي أطلت ركوعها بالانحناء، وإن كنت المجالس يوم ننثى قطعت الوقت من غير اكتفاء، أعبدي لا أساوي معك أنثى تناجيني بحب أو صفاء. وإن صمت المحتم كنت تهذي بكل الفحش والقول الهراء، وتبصر الحرام بلا نكير وللمخلوق تنظر بازدراء، وتقضي طول يومك في منام وتقطع كل ليلك في غذاء، تعوض كل ما يمضي بفطر إلى أن ينتهي وقت العشاء. هذه الصلاة الصوم. لفرض الحج لم تسمح بسعي وافرت القعود على الأداء، وأين الطائف الساعي لبيتي كحج الأنبياء والأولياء، وإن حججت كم لك من ضياع لفرض وارتكاب للأداء، وإن عاهدتني في البيت يوما نقضت العهد بعد الانقضاء. هذا الحج فاضل الزكاة. وإن يأتي الفقير إليك يلقى شحيح النفس يبخل بالعطاء، وإن تسمح فيصحبها رياء وتبطلها بمن أو قلاء. أعلام الأمة أقماه للعلم النافع أنواع. والله القلب ينشرح والنفس تسعد حينما نرى هؤلاء العلماء الأفاضل وهم يعني يقدمون لنا ثمرة هذا العلم الرائع الجميل. والحقيقة أنا عندي يعني ملاحظة
للإخوة من الدعاة الجدد، ولنا كلنا يعني كناس بنعمل في حقل الإعلام أو في حقل الدعوة. يا أخي لابد أن تحفظ، يعني شايف الشيخ وعمره متقدم ومع ذلك شوف الأداء، شوف التعب. هذا التعب هو نتيجة لمجهود سابق، مجهود شاق ومجهود رائع جدا بذله الشيخ حتى يتعرف على هذه الأبيات وحتى يتعرف على هذا العلم. أنا قبل ما أقدم الفقرة القادمة إن شاء الله هقول لحضراتكم أيضا موقف جميل جدا ورائع لفضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري. ده كان في المملكة العربية السعودية سنة 1977، دعته جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية في الرياض ليلقي محاضرات على طلبة. طيب هناخد الأول اتصال وكمل لكم الموقف ده، موقف رائع جدا. الاتصال من الشيخ محمد الصفطاوي من نبرو الدقهلية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ محمد؟ الشيخ محمد فضل. أخبارك؟ الحمد لله رب العالمين. بتقدم بخالص الشكر لقناة الرحمة والتقدير والعاملين عليها، وخاصة برنامج أعلام الأمة، على المجهود المبذول والعمل الدؤوب سواء داخل الاستديو أو خارج الاستديو. شكرا جزيلا لمعرفة هؤلاء العلماء. الله يكرمك. ولدي هدية للقناة أرجو أن تتقبلوها. هدية مادية ولا معنوية يا شيخ محمد؟ لا والله هي هدية معنوية. تفضل يا حبيبي. والهدية المعنوية أفضل من المادية. طبعا طبعا. يهداكم أهل علم. الله يكرمك يا حبيبي. بارك الله فيكم والعاملين في القناة. الله يكرمك. تفضل يا شيخ محمد. أمتعينا يا قناة الرحمة، أمتعينا يا قناة الصالحين، ذكرينا جددي فينا الحنين، علمينا كيف للحسنات نجني، كيف نعد في سباق الذاكرين، ذكرينا بالكرام رجال علم، علمهم باق ملايين السنين، ذاك مسلم والبخاري أهل فضل في الحديث وللرجال مدققين، مالك والشافعي رجال فقه، أحمد في الزهد جمع الزاهدين، أبو حنيفة النعمان رابعهم، وابن تيمية المفتي إمام السابقين، واذكر ابن كثير والطبري في التفسير والفهم المبين، كلمينا عن ابن باز واحكي فضل العثيمين، ذكرينا بكشك وابن مشتهري، ذكرينا بسراج وسعيد مخلصين، تعجز الأقلام تحصي فضلهم، ذكرهم للروح عون ومعين، إنهم كالشمس للدنيا أضاءت نورها، إنهم كالبدر يهدي الحائرين، إنهم كالورد يرسل عطره، يبعث النشوى إلى القلب الحزين، إنهم كالنحل تسقي عسلها، تكشف البلوى وتشفي الساقمين، إنهم كالماء فاض بطهره، يذهب الشكوى ويروي الظامئين، أحرزوا العلم العظيم بفهمهم، نبعهم دوما إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، ذكرهم باق ينير طريقنا، نوروا الدنيا ونشروا خير دين. سلام الله عليك يا قناة الرحمة، يا قناة الصالحين، سلام الله عليك يا ابن سيجين، يا حبيب الملايين. الله يكرمك. شكرا شيخ محمد، بارك الله فيك. معنا الشيخ شعبان الفيوم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أهلا محمد. بيك. أهلا. الله يبارك فيك يا رب ووفقك ومسدد يا رب. والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اختيارك للإعلام اختيار موفق ومسدد، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله،
تتحدث الآن عن الشيخ عبد اللطيف المشاري ومن قبل فضيلة الشيخ شعراوي ومن قبل فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق والشيخ محمد صفوت نور الدين ومن العلماء الربانيين والشيخ مقدام الحضر والشيخ عبد الوتيمي والله ما شاء الله لك وكلهم أعلام فعلا بحق يعني حسبهم والله حسبهم وفعلا هم قدوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأل الله أن يوفقك وييسر لك كل أمورك يا رب موفق ومسدد ولا أريد أن أطيل على إخواني لأن طبعا الحلقة طويلة والذي قبل تحدث في الكفاية جزاكم الله خيرا جزاك وبارك الله فيك أستاذ محمد أشكرك جدا أنا بشكر وسلام لكل العاملين في قناة الرحمة الله يسلمك عليكم السلام وبركاته أولا بشكر الشيخ محمد الصفطاوي على هذه القصيدة لأعلام الأمة والحقيقة الشيخ محمد إحنا تناولنا معظم الأعلام الذين ذكرتهم في قصيدتك التي أهديتها الحقيقة لأعلام الأمة ولهذه القناة المباركة قناة الرحمة الغراء وشكرا جزيلا على قصيدتك الحقيقة يعني بشكر برضو الشيخ شعبان الفيومي على هذه الكلمات الرقيقة والثناء على أعلام الأمة وما هو إلا واجب نؤديه شيخ شعبان لنا نستفيد أولا من دراستنا لهؤلاء الأعلام ونفيد أبناءنا وبناتنا ونفيد آباءنا وأمهاتنا بدراستهم كقدوة حسنة للمسلمين جميعا قبل ما ناخد المقطع بكمل بس الموقف بتاع السعودية بتاع جامعة الإمام محمد بن سعود كان عندهم طبعا المعهد العالي للدراسات الإسلامية وفي طلبة الدراسات العليا فانتدبوا الشيخ عبد اللطيف مشتهري حتى يلقي محاضرات على هؤلاء الطلبة طلبة الدراسات العليا كان الكلام ده سنة 1977 الشيخ استجاب للدعوة وذهب إلى المملكة العربية السعودية المباركة وشاف الجدول بتاع المحاضرات كان هو بيدرس في قسم الخطابة والدعوة خد بالك معايا بقى كان بيدرس في قسم الخطابة والدعوة فلقى المحاضرات لإيه؟ للخطابة فقط فبعدين كتب لهم ملاحظة الملاحظة ديت لابد أن يعيها الجميع بيقول لهم كيف يتسنى للطالب أن يدرس الخطابة دون أن يدرس الدعوة شوف الكلام الجميل والكلام الرائع وبدون تعليق لأن التعليق هيكون كلام كثير جدا وظل هناك حوالي 3 أشهر ثم عاد إلى مصر هذه المحاضرات شوف الدقة بتاعة الشيخ شوف الدقة حتى نتعلم الدقة والنظام واحترام الوقت يا جماعة الذي كان يحدثنا عنه فضيلة الشيخ محمد حسان في الخطبة الماضية شوفوا احترام الوقت بالنسبة للعلماء والدعاة والمشايخ كان معاه الأجندة بتاعته أو النوتة بتاعته التي يسجل فيها المحاضرات بيدخل المحاضرة يسجل المحاضرة اسم المحاضرة عنوانها والتاريخ العربي أولا ثم التاريخ الأفرنجي أو التاريخ الميلادي اعتزاز بالتاريخ العربي أولا ثم التاريخ الأفرنجي ويعني الطلبة حبوا جدا الشيخ عبد اللطيف مشتهري لدرجة أن هم طلبوه في العام القادم قالوا بقى السنة الجاية يجي الشيخ عبد اللطيف مشتهري علشان يدينا محاضرات تانية في الخطابة والدعوة لكن الشيخ عبد اللطيف رفض على الرغم من يعني أعمال الوساطة التي بذلت كثيرا ومن كان في الدكتور التركي الذي أصبح فيما بعد كما تعلمون وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية إلا أن الشيخ رفض وقال لهم أنا آسف لأنني مرتبط بالدعوة هنا في مصر وهم أحوج لي من غيرهم وكان طبعا كما تعلمون أو يعلم الكثيرون أن فضيلة الشيخ كان أصبح سنة 1976 أصبح الرئيس الرابع للجمعيات الشرعية بعد طبعا فضيلة الشيخ محمود خطاب والشيخ أمين خطاب والشيخ يوسف خطاب هو الرابع لرئاسة الجمعيات الشرعية في مصر فرحمك الله يا شيخ مشتهري ونشوف شهادة كده رائعة من الشيخ إبراهيم كشك في فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار ونحن نتحدث عن فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري إبراهيم رحمة الله عليه وعلى علمائنا وعلى الشيخ كشك وعلى الدكتور مخيمر
وعلى كل علماء الإسلام والمسلمين. هذا الرجل الذي قال عنه الشيخ كشك رحمة الله عليه يوم أن توفاه الله عز وجل، وكان الشيخ عبد اللطيف له أمنية وربنا أجابها له رحمة الله عليه، كما كان الشيخ كشك له أمنية، الشيخ عبد اللطيف برضو كان له أمنية، أمنيته أن يموت يوم الاثنين، اليوم الذي مات فيه رسول الله، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ولد الرسول يوم الاثنين، وأنزل عليه القرآن يوم الاثنين، وأسري به يوم الاثنين، وهاجر من مكة يوم الاثنين، ووصل المدينة يوم الاثنين، ومات صلى الله وسلم وبارك عليه يوم الاثنين. فمات فضيلة الشيخ عبد اللطيف، لا نقول مات، العلماء لا يموتون، كما قلنا في بيت الشعر الذي قال الإمام علي: الناس موتى وأهل العلم أحياء. فنحن ونحن في هذه الأوقات، وقناة الرحمة تذكرنا بفضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري، ونحن الحمد لله لا ننساه في كل وقت وفي كل دقيقة وفي كل حين، بالأشرطة بتاعته اللي هي يعني صححت في مفاهيم الناس. الواحد بس، أنا أنصح إخواني المشاهدين والمشاهدات بس يسمعوا أشرطة الشيخ عبد اللطيف من الدار الأخرة اللي قال عنها الشيخ محمد حسان حينما سمعها وقعد تحت رجلين الشيخ عبد اللطيف، قعد يبكي من الشرايط بتاعة الدار الأخرة. فشرط الشيخ عبد اللطيف الحمد لله أشريطة بسم الله ما شاء الله لا تحصى، 25 شريط القصة الأنبياء، و110 شريط شريطة السيرة، و70 شريط الفقه الإسلامي، و350 شريط تفسير القرآن الكريم، و250 شريط تفسير الموضوعي، و35 شريط الجن في القرآن، و19 شريط محمد رسول الله، وغير أشرطة الجمعة. هم كما قال عنهم الأستاذ عمر مشتهري الأخ الفاضل ربنا يبارك له ابن الشيخ عبد اللطيف، قال حوالي 2500 شريط. فالشيخ عبد اللطيف الحمد لله عايش معنا بعلمه، وعايش معنا بأخلاقه الطيبة، ولله الحمد والمنة إن الشيخ عبد اللطيف ربنا يرحمه رحمة واسعة كان من منته عليا إنه جزرنا هنا في البيت أزيد عن عدة مرات، وكان هو الشيخ عبد اللطيف هو الشيخ كشك الله يرحمهم رحمة واسعة. ودي من تواضع العلماء ومن حب العلماء إن العلماء يأتوا إلى الناس ويزوروهم في بيوتهم، وجاني الشيخ عبد اللطيف الله يرحمه كذا مرة في البيت هنا، وكان بس مجرد إنه يجي يقعد ما فيش كلام، على طول الحديث شغال، وقال الله وقال الرسول، وقعد هو الشيخ كشك رحمة الله عليهم رحمة واسعة، قعدوا عندي الحمد لله يعني عدة مرات هو الشيخ كشك الله يرحمه رحمة واسعة. فطبعا أنا بذكر بس يوم وفاة الشيخ عبد اللطيف الله يرحمه، لما وقف الشيخ كشك على قبره وقال: سيدي عبد اللطيف، لا أقول لك إلى وداعا ولكن أقول لك إلى لقاء. وقال يومها أفتكر الكلمة اللي قالها الشيخ كشك رحمة الله: سيدي عبد اللطيف، رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. وقال بتشعر للشيخ عبد اللطيف: لعمرك ما الرزيلة فقد مال، ولا فرس يموت ولا بعير، ولكن الرزيلة فقد حر يموت به خلق كثير. فالشيخ عبد اللطيف الله يرحمه رحمة واسعة، حتى كان الشيخ كشك لما باستمرار كده أبقى مع الشيخ كشك في العربية يقول لي: هات لي شهادة الشيخ عبد اللطيف وسمعني شهادة الشيخ عبد اللطيف. وآخر لقاء كان بيني وبين الشيخ كشك رحمة الله عليه اللي هو كان يوم الأربع قبل ما الشيخ يموت الله يرحمه ب24 ساعة، قال لي: معك شهادة الشيخ عبد اللطيف؟ قلت له: آه معايا. فقال لي: سمعني. وسمعت يومها شريط من قصة سيدنا نوح في قصة الأنبياء، وسمع الشيخ الله يرحمه الشريط بتاع الشيخ عبد اللطيف كأنه يعني سمع شريط يوم الأربع، والشيخ الله يرحمه مات يوم الجمعة رحمة الله عليه الشيخ كشك. أذكر موقف للشيخ عبد اللطيف الله يرحمه، مرة كده كنت في أحد أحبابنا وهو الحاج رفعت عبد العال ربنا يمتعه بالصحة والعافية، وكان من أحباء العلماء وأحباء الجمعية الشرعية، فقال لي: عايزين نروح نزور الشيخ عبد اللطيف. قلت له: إن شاء الله. ورحت متصل بالشيخ عبد اللطيف الله يرحمه، قلت له: فضيلة الشيخ، ممكن تأذن لنا بزيارة في البيت؟ قال لي: اتفضلوا. فاتصلت بيه كان حوالي الساعة 10 صباحا، وبعد كده ما رحناش إلا بعد المغرب. فلما رحنا بعد المغرب كده دخلنا على الشيخ، وجدته الله يرحمه خارج من الأوضة والدموع كده نازلة من اللحية بتاعته، مغرقها الدموع كده، الدموع كلها مخلي اللحية بتاعته كلها مية. قلت له: فضلت الشيخ خير مالك؟
قال لي ايه في ايه خير يا فضيله الشيخ؟ قال لي والله من ساعه ما انت كلمتني الساعه 10 الصبح كده وانا عاكف على السنه، ومن ساعه ما كلمتني وانا عاكف على السنه لغايه دلوقتي في الدم من كتر السيره والكلام عن السنه دموعه مش قادر يملك دموعه رحمه الله عليه رحمه واسعه. الشيخ عبد اللطيف مشتاق الله يرحمه كان يعني الفضل بتاعه عليا ان جاء عندي ورقه اولادي الحمد لله كلهم اولاد صالحين، وكلهم الحمد لله اولاد صالحين، والبركات بتاعه الشيخ عبد اللطيف الله يرحمه كان لما يخش مكان يضع فيها فعلا البركه، فعلا فعلا كانت البركه موجوده، وكان لما يقعد كده والشيخ الله يرحمه الشيخ كشك الله يرحمه يقعدهم الاثنين كده، وكان حتى الشيخ لما يحب يمزح مع الشيخ عبد اللطيف كان الشيخ عبد اللطيف يقول للشيخ كشك انت البخاري وانا مسلم، انت البخاري وانا مسلم، فكان المزاح بتاعهم رحمه الله عليهم. وقعدنا مع الشيخ عبد اللطيف عده مرات، ودي يا اخواني مقتطفات او حاجات بسيطه من فضل الشيخ عبد اللطيف مشتهري. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرحمه رحمه واسعه. اللهم ارحم علمائنا وعلماء الجمعيه الشرعيه، وارحم الشيخ عبد اللطيف، وارحم الشيخ كشك رحمه الله عليه، وارحم الشيخ اخونا عبد البديع ابو هاشم، وارحم الله رحم الله اخونا الشيخ الدكتور فؤاد مخيمه رحمه الله عليهم. ودول يا اخواني فعلا العلماء اللي نترحم عليهم، والعلماء فعلا اللي قالوا كلمه الحق وماتوا، ان شاء الله ذكرام هتقعد الى يوم القيامه، ذكر العلماء دول هيقعد الى يوم القيامه، لان هم دول اللي تركوا لنا العلم، كما قال امام علي اهل الناس موتى واهل العلم احياء. واستغفر الله لي ولكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعلام الامه اقوامه للعلم. بنشكر الشيخ ابراهيم كشك على هذه الكلمه وهذه الشهاده الرائعه في فضيله الشيخ الامام عبد اللطيف مشتهري. الحقيقه حينما سئل فضيله الشيخ عبد اللطيف مشتهري عن هموم الدعوه وعن كيفية الوصول إلى النجاح، نجاح الداعية يعني، فده كان أحد الأسئلة التي وجهها إليه أحد الصحفيين في جريدة ما، ففضيلة الشيخ أجاب إجابات رائعة جدا وهي درس لنا جميعا. قال ما معناه؟ إنني أعتز بهذه المهنة اعتزازا كبيرا. وأنتم عارفين أنه فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري رحمه الله وصل إلى درجة مدير عام الوعظ والإرشاد في الأزهر الشريف، ولذلك بيقول أنا أعتز كثيرا بمهنة الدعوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. في عوامل تانية أدت إلى النجاح هناخدها بعد هذا الاتصال من نهلة من الشرقية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا نهلة؟ الحمد لله، بارك الله فيك استاذ محمد. اتفضلي يا بنت. واشكركم اولا على اعاده قصيده الشيخ، فهي والله في رايي انا ابلغ من 100 محاضره. الحمد لله. فاسال الله ان يبارك في سعيكم ويرحم شيخنا الكريم. الله يبارك فيك. بدايه يقول الله سبحانه: لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى. ان لنا ان نتامل في حياه هؤلاء لنستلهم منها الدروس والعظات والعبر، ولتكون عونا لنا في طريقنا الى الله. فهؤلاء قد أوقفوا حياتهم لله، فاعلين متفاعلين في إخراج الأمة من غثائيتها إلى ربانيتها لتكون خير أمة أخرجت للناس. كانوا لا يعيشون لأنفسهم، إن من يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، لكنه يعيش حقيرا ويموت حقيرا. أما من تحمل عبء تعبيد الناس لرب العالمين وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فما له وللنوم، وما له وللراحة، ما له وللفراش الدافئ والعيش الهادئ والمتاع المريح. وقد تهيأ للسباق ورفعت له أعلام السعادة، فأين نحن من هؤلاء الأعلام الذين قضوا حياتهم في الدعوة إلى الله مبتغين بذلك الأجر من الله؟ ولسان حالهم: قل ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أين نحن من حديث رسول الله: بلغوا عني ولو آية؟ فلنحظى بهذا الشرف، شرف التبليغ عن رسول الله، ولنكن دعاة إلى الله لا بقولنا فقط، وإنما بأحوالنا وأخلاقنا وسلوكياتنا وأفعالنا.
لنحظى بالثواب الجزيل والأجر العظيم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فكل سعي سيجزي الله ساعيه، هيهات يذهب سعي المحسنين هباء. أسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم من شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا نهلة، بارك الله فيك. أيضا الشيخ رحمه الله بيقول من عوامل النجاح بالنسبة للداعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعنده مثل جميل جدا. بيقول الداعية يجب أن يشخص الداء ثم يصف العلاج لهذا الداء، ويجب عليه مصارحة الناس ومصارحة الجماهير بالعلل والأمراض الفتاكة التي تعصف بهم، ولا بد أن يصارحهم بها وأن يضع لها العلاج. ثم يذكرنا بمثل جميل بيقول إيه: الداعية ليس كطبيب، هذا الطبيب لا يمكن أن يلقي محاضرة على الناس في الصحة العامة، وإلا إزاي يكون طبيب؟ لا، الطبيب هو الذي يشخص الداء ثم يصف العلاج. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ناخد كده ونكمل إن شاء الله. كل شوية أكلمكم كده عن بعض اللمحات من حياة الشيخ، وناخد لقاء جميل. والحقيقة وصلنا فيديو نادر جدا جدا، يمكن دقيقتين أو دقيقتين وكام ثانية، لقاء بيجمع بين فضيلة الشيخ مشتهري وفضيلة الشيخ كشك رحمهما الله رحمة واسعة. لكن احنا كنا نتمنى ان احنا نذيعه بالصوت والصورة، لكن هيكون بالصورة فقط. وشوفوا الدعابة والمرح وخفة الدم. انتوا عارفين طبعا كان الشيخ مشتهري كان مشهور جدا بالدعابة، وكذلك الشيخ كشك كانوا مشهورين قوي بالدعابة. وأنا نفسي يعني كنت بحضر في جامع عين الحياة للشيخ كشك الخطب بتاعته، وكان بعد الخطبة في درس كده كان بيلقيه، هذا الدرس كان كله خف الدم وكله نكت، بس نكت مضبوطة، إيه مضبوطة بالشرع. فشوف الابتسامة الجميلة، شوف الزي الرائع الجميل، شوف الألفة والمحبة، شوف الشيخ كشك والابتسامة الجميلة بتاعته، كان مشهور بابتسامته كثيرا، وكذلك الشيخ عبد اللطيف الله يرحمهم جميعا. ناخد اتصال من الأخ أحمد بأسوان ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم شيخ أحمد. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا حبيبي. بارك الله فيك أستاذنا الكريم على ما تقدم من أعلام هذه الأيام، الذين رحلوا عنا وهم بيننا بعلمهم النافع. نعم. وصدق القائل: الناس موتى وأهل العلم أحياء. وجزاكم الله خيرا، ولقد ذكرت المحبين بالشيخ وبفضائله، وأعلمت من لم يعلم بالشيخ. وصدقا ما علمت اسم الشيخ إلا من البرنامج، فضلا عن علمه وفضائله، فلقد أشرف الشيخ علينا بنور علمه، وذلك من بركات أعلام الأمة. غاب الفقيه وعلمه فينا، إرثه باق للخير يهدينا، أعضاؤه تبلى ونوره يبقى، يلقى الظلام فيفنى مهينا، هادي الحيارة فنعم الدليل، يمحو الشكوك ويحيي اليقينا، ذو العلم يبقى نفعه بعد الممات وأجره بشرى نبينا. أسأل الله أن يرحم الشيخ ويسكنه في فسيح جناته، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب جزاك الله خيرا حبيبي. من ضمن أيضا العوامل النجاح بيقول إيه؟ إن الداعية لابد أن يكون قولا وعملا. بمعنى إيه؟ بمعنى أن يحتك بالناس، يعني لا يخطب الخطبة فقط أو يقول الدرس بتاعه فقط، وإنما لابد من الاحتكاك بالناس، لابد من معرفة مشاكل الناس، لابد من وضع حلول لهذه المشاكل، لأنه الناس يا جماعة عندهم ثقة كبيرة جدا في العالم وفي الداعية. فالشيخ عبد اللطيف مشتهري كان ينزل مع الناس، يحتك بالناس، يعرف مشاكل الناس، يحل هذه المشاكل. وبيقول بقى كلام جميل وطيب جدا،
بيقول لابد أن يتسم الداعية بالقول اللين، فقول له قولا لينا. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بأمر ربها. فناخد كده دلوقتي الدكتور عبد الرحمن واصل، وهو أحد الذين عاصروا الشيخ من قريته كوم حلين التي ذهبنا إليها، وحضراتكم على مدى الحلقتين اللي فاتوا شفتوا اللي احنا عملناه في هذه القرية مع الدكتور عبد الرحمن واصل، أحد المقربين من فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري، ونشوف شهادته في إيه. أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار. فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري كان الأول على كلية أصول الدين سنة 1944 قبل أن أولد بعامين. والشيخ عبد اللطيف مشتهري بسمته وهيئته كأن الله تبارك وتعالى خلقه ليكون داعية، وهو يعد من أوائل الناس الذين كرموا في عهد الملك فاروق، وكان الأول. كانوا يقبلون يد يعني عندما كانوا يكرمون الأوائل كانوا يقبلون يد الملك. أما الشيخ عبد اللطيف المشهري لم ينحني ولم يقبل يد الملك، وإنما صوره موجودة عندي. كان منتصب القامة، منتصب القامة. زمن المخاوف كان فيه جنابهم حرم الأمان، وكان ظلهم الذرة. فهو من العلماء العاملين، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا. فالشيخ عبد اللطيف مشتهري كان مدرسة، كان مدرسة، ونقل الخطابة من حال إلى حال، لأن رسالة الماجستير عندي كانت في الخطابة في النصف الأول من القرن العشرين. هو نقل الخطابة ونقل فيها، أسقطها على المجتمع في شيء لم يسبق له نظير. كان يتحدث عن أشياء عندما تستمع إلى الخطبة اليوم كأنها قيلت بالأمس. يعني الشيخ عبد اللطيف مشتهري كان عنده شجاعة، وعنده شجاعة فائقة، وعنده قدرة أن يتحدث كالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. ودي بقى طبعا مستعرها من الشوكاني، له كتاب اسمه السيل الجرار في الفقه المتدفق على حدائق الأزهار. والشيخ كان يعني لا يتلعثم ولا يكرر فكرة ولا يكرر عبارة، بل إنه كان يغترف من بحر. فالرجل كان يعلمنا المناقشة، وكان يعني لا ينتقص من دورنا في الدعوة، وهو كان يدربنا على الدعوة، وهو عالم لا يشك له غبار. وقد نوط الامتياز من الدولة سنة 1989، وكتب في كتاب الشخصيات المصرية البارزة، دي ده عملته وزارة الإعلام سنة 1992، لأن الشيخ مات سنة 1995. ولكنني أرى بأن الشيخ لم يأخذ حقه، الشيخ لم يأخذ حقه، ولم تؤلف فيه المؤلفات التي تبرز حجم فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري، الذي عندما نسمع خطبه الآن كان يصدع فيها بقول الحق دون أيام كانت النار حمراء. لم يكن أحد، أنا يعني كنت أحضر له في مسجد الجلاء، مسجد الجلاء كانت ترام يقف من زحام الناس حتى لا يدوس الناس. والشيخ عبد اللطيف كانت له محطات في الوعظ يعني لم أرها مع أحد، لدرجة بأن بعض الناس عندما كانوا يستمعون إلى فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشهوري في المسجد، كان عندما يقف على محطة تهيج المشاعر وتثير الأشجان، كان الناس يغشى، بعض الناس يغشى عليهم، يعني ينقلبوا في الأرض ونقعد نفوق فيهم. سبحان الله العظيم، هذه ملكة تدل على أن فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري. ويعني وبرضه قبل أن أنهي الموقف، لأن برضه الوقت ضيق، ابتدع الوحدة العضوية والوحدة الموضوعية. لا يتكلم في كثير من الأشياء، يعني موضوع واحد مرتب في ذهنه، لأن الكلام إذا كان مرتبا في ذهن المتكلم كان مرتبا في ذهن السامع أو المستمع أو المتلقي. فالشيخ عبد اللطيف كان يتكلم في موضوع واحد، وكان هذا الموضوع مرتبا، ونقل الخطابة من حال إلى حال ومن طور إلى طور. فناقش المشاكل السياسية والمشاكل الاجتماعية والمشاكل الاقتصادية، كل هذه المشكلات، لأنه كان يعتقد بأن الإسلام دين ودولة،
وطبعا يعني الجمعية الشرعية قامت على إظهار السنة والدعوة للسنة وإخفاء البدعة ومحاربة البدعة، ولكن الشيخ عبد اللطيف مشتهري أضاف إلى ذلك هذا الطور الجديد من الخطابة الدينية. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في عمري حتى أستطيع أن أنشر عن الشيخ عبد اللطيف بعض الخطب والتعليق الفني والتحليل الفني لهذه الخطب إن شاء الله. أعلام الأمة أقماه للعلم النافع أنواره. إحنا كنا في الأسبوع الماضي قد طلبنا من حضراتكم أنه كنتوا ترشحوا لنا شخصية من الأعلام المعاصرين نتناولها في أعلام الأمة. أنا اتفاجئت بقى النهاردة لقيت الأستاذ اللي هو مكلف بالرسائل الاس ام اس. طب هكمل لكم الموضوع ده وناخد الأخ جمعة من ليبيا الأول. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ السلام عليكم، أهلا مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبك في الله. أحبكم الله يا أخ جمعة، بارك الله فيكم. الله على هذا البرنامج الطيب. شكرا شكرا جزيلا. طبك أنت برنامج الشيخ عبد الحميد كشك. حاضر، أنا كنت لسه بتكلم دلوقتي، بس أنا أولا يعني حضرتك من ليبيا، فأدعو الله تبارك وتعالى أن يكشف عنكم الغمة. آمين آمين. وأن يزيل هذا الكرب يا رب. آمين آمين. وأن يفرج عنكم كروبكم. آمين. عجلنا بعد البرنامج الشيخ محمد. حاضر إن شاء الله بإذن الله تعالى. أنا هقول لك عن الشيخ كشك دلوقتي بإذن الله. شكرا شكرا. تحت أمرك وتحياتي لأهل ليبيا كلهم. الأستاذ أحمد من القاهرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أستاذ أحمد. ازيك يا أستاذ محمد؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين، الله يخليك. جزاك الله خيرا على هذه الحلقات الجميلة. الله يخليك يا شيخ أحمد، بارك الله فيكم. ذلي بهذه المداخلة. اتفضل يا حبيبي. قال الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال القرطبي رحمه الله: في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء، ولو كان أحد أشرف من العلماء لقرنه الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. نعم. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال في نهاية الحديث: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. نعم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن العلماء في الأرض بمنزلة النجوم في السماء، بهم يهتدي الحائرون في الظلمات، وحاجة الناس إليهم أشد من حاجتهم إلى الطعام وإلى الشراب. وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يرحم علماءنا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك يا أحمد. واضح أنك أنت يعني صغير السن، لكن أنا ببقى فخور جدا جدا لما بلاقي كده بعض الطلبة أو الشباب يخاطبوننا بهذه الطريقة العلمية. الأخ محمد من أكتوبر، السلام عليكم. أم محمد. أم محمد من أكتوبر، السلام عليكم. إزيك يا أستاذ محمد؟ الحمد لله رب العالمين، الله يخليك. الله وجزاك الله خيرا. شكرا وبارك الله فيك. والله يعني العلماء سبحان الله هم دول اللي يستحقوا مننا إن إحنا نوفي فعلا حقهم ونذكرهم. نعم. ويطلب منك يا أستاذ محمد الأبيات اللي قالها الشيخ عبد اللطيف، والله أثرت فينا جدا. فياريت ساعات تاني يعني لو في إعادة يعني ليها، ف والله هي أثرت في المجموعة اللي كانت قاعدة معايا، بس والله أثرت في المشاهدين الآن. هي أثرت يعني فينا كلنا. والله بكت عينينا. فالحمد لله يعني مثل هذه العلماء يستحقوا مننا الكثير والكثير. والله هم فعلا علماء وأعلام فعلا يستحقوا مننا. اللهم اجزي عنا خير الجزاء هو وجميع العلماء يا رب العالمين. يا رب. وبقول لك يا أستاذ محمد، كانت دعوة حضرتك كنت بتواصل معاك ودعيت لي أنت وشيخ رمضان، من ربنا يكرمني، وأنا في الشهر التاسع على وشك الولادة. الحمد لله رب العالمين. أحسك بالله أنت وجميع القناة الرحمة تدعولي أن ربنا يقومني بالسلامة دولة قيصري، والأخت نغلة والأخت معامل أنا بدعوهم بظهر الغيب، وأرجو منهم أن يدعولي. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أدعو الله جل في علاه وأسأله أن يتقبل منا دعاءنا يا رب، وأن يجعلنا ممن تستجاب دعوتهم، أن يبرئك وأن ينجيك من كل سوء، وأن يرزقك بالولد الصالح
والذرية الصالحة، ونحمد الله تبارك وتعالى أننا بشرناك وقد تحققت البشرى والحمد لله رب العالمين. أما بالنسبة يا أم محمد للقصيدة فهي قصيدة رائعة الحمد لله رب العالمين، وأذيعت مرتين، الحلقة الأولى أو الجزء الأول للشيخ عبد اللطيف مشتهري، وفي الجزء الثالث والأخير من مسيرة الشيخ عبد اللطيف مشتهري. وعند حضرتك الإنترنت، يعني موقع القناة على الشبكة العنكبوتية الإنترنت، هتكتبي بس حضرتك أعلام الأمة هيطلع لك الحلقات موجودة فيها. حضرتك عاوزة تسجليها، عاوزة تشوفيها مرة تانية، عاوزة يعني توريها توزعيها على حبايبك، إحنا تحت أمرك، وموجودة على موقع القناة وعلى مواقع أخرى أيضا، وكل الحلقات وليست هذه الحلقة فقط. دلوقتي حضراتكم الوقت يعني احنا عندنا مادة كبيرة قوي والوقت بيقفز معنا. معنا الدكتور أستاذنا وحبيبنا الدكتور طلعت عفيفي، وطبعا حضراتكم عارفينه هو علم من أعلام هذه القناة المباركة ومن أعلام الدعوة في مصر والعالم العربي والإسلامي. حضراتكم استمتعتوا طبعا معاه ببرنامج أصول الدعوة وهو معنا في الفتاوى، وأستاذنا وشيخنا الحبيب. وطبعا أنا بشكره جدا جدا إن هو خص قناة الرحمة بهذه الكلمة، وخص إعلام الأمة أيضا بهذه الكلمة عن فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري. نشوف كده الدكتور طلعت عفيفي قال إيه في فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري. أعلام الأمة أقماه للعلم النافع أنواه. يقول سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، ويقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله الحكايات عن الصالحين ومجالسهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها أخلاق القوم وآدابهم. ومن ثم فإن الحديث عن العلماء ومكانتهم ومنزلتهم وما قدموه من جهد لخدمة دعوة الإسلام أمر محبب إلى النفس ومرغوب فيه، فإنها أخلاق وآداب. وما حفظ الله تبارك وتعالى لهؤلاء العلماء الذكر الطيب والثناء الجميل وأبقى آثارهم حتى بعد رحيلهم من الدنيا إلا لما كانوا فيه من إخلاص لله وتجرد له وحرص على ما فيه صالح الإسلام وصالح المسلمين. ومما قيل إن للموت ثلاثة منازل: موتة الأحياء، وموتة الفناء، وموتة البقاء. موتة الأحياء هي أن يعيش الإنسان حيا كميت وموجودا كمفقود لا يشعر به أحد وليس له أي أثر، هذا ميت وإن كان حيا. وموتة الفناء هي موتة الناس والدواب الطبيعية، يفنى بفنائهم ذكرهم، ويموت الإنسان فيموت معه عمله ولا يبقى له ما يمتد به بعد وفاته. أما موتة البقاء فهي موتة رجال الدعوة، موتة رجال الإسلام. لن يفنى داعي الله ما دام الله، ولن يموت رجل الحق ما عاش الحق. تلك هي الموتة التي يبقى أصحابها وإن رحلوا عن الدنيا بأجسادهم تبقى آثارهم وتبقى ذكراهم على ألسن الناس وفي حياتهم، لا ينسونهم أبدا. هكذا تعلمنا وهكذا تربينا أن أهل العلم هم أبقى الناس أثرا وهم أدوم الناس معيشة، كما قال الإمام علي: الناس موتى وأهل العلم أحياء. من بين هؤلاء العلماء الذين لا نزكيهم على الله شيخنا وإمامنا الإمام الشيخ عبد اللطيف المشتهري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته وطيب ثراه ووسع مدخله ومد له في قبره مد بصره. لقد عشنا نتعلم من هذا الشيخ ونحن شباب صغار، يوم أن كنا طلابا في الثانوية ويوم أن كنا طلابا في الجامعة، كان مجلس الشيخ في مسجد الجلاء بالجمعية الشرعية
في ميدان رمسيس كان مقصدا لطلاب العلم والراغبين والمحبين للاستماع إلى الشيخ ودروسه المفيدة. ويتميز شيخنا رحمه الله بأنه كان رجلا موضوعيا يأخذ سلسلة كاملة كالدار الآخرة، كتفسير القرآن الكريم، كقصص القرآن الكريم، وتجد عمقا في العرض وسلاسة وأسلوبا ينم عن معرفة وعلم واطلاع واسع وغزير، ويربط دائما شيخنا هذا بالواقع الذي نعيش فيه. فإذا أضفنا إلى ذلك أن الشيخ الجليل كان يتسم بالشجاعة والصراحة التي لم يكن يخاف فيها أحدا، لا يخشى في الله لومة لائم، فكان بصوته الجهوري وحنجرته المميزة كان شوكة في حروق الظالمين، لا يهاب أحدا ويقول الحق ولو كان مرا. فربى فينا هذه المعاني واستفدنا كثيرا مما استمعنا إليه فيها، وكانت له جولات في مساجد أخرى بخلاف مسجد الجلاء، ونشأت مساجد متعددة من لا شيء على جهد الشيخ ودعوته، حتى صارت منارات تنشر الإسلام إلى يومنا هذا. فللشيخ بصمات وله آثار علمية وخلقية وتوجيهية ونصائح لا يمكن أن تنسى، ولا تزال إلى يومنا هذا أشرطته المسجلة يستفاد منها، وما سجل في إذاعة القرآن الكريم ويزاع بين الحين والآخر يستفيد الناس منه أيضا. وله بعض الكتب وإن كانت قليلة، لكن ولله الحمد من يقرأ فيها يشتم هذه الرائحة ويلمس هذه الروح. يجد في كتاب هذه دعوتنا، أو الدنيا مع الآخرة على طريق الإسلام، أو شريعة الإسلام، أو ما إلى ذلك من الكتيبات الصغيرة التي أعدها الشيخ الجليل رحمه الله، كلها تدل على هذا العمق وهذا الخير. وتولى شيخنا إمامة الجمعية الشرعية في أوائل الثمانينات، ففتح الله على يديه مشاريع العمل الصالح التي تنعم بها الجمعية الآن. وأول هذه المشروعات، ويسعدني أنني كنت من بين الذين حضروا أثناء تأسيس هذا المشروع، مشروع كفالة الطفل اليتيم الذي يتجاوز عدد المنتسبين إليه الآن أكثر من 500,000 يتيم على مستوى الجمهورية. نشأ هذا المشروع، مشروع الطفل اليتيم في الجمعية الشرعية، في عهد إمامة الإمام الراحل الشيخ عبد اللطيف المشتهري رحمه الله تبارك وتعالى، وأجزل له العطاء وطيب ثراه ونفعنا بعلمه وجزاه عنا وعن الإسلام خير ما جزى به عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أعلام الأمة أقوامه. مرة تانية أنا بشكر فضيلة الدكتور طلعت عفيفي طبعا أستاذنا وحبيبنا على هذه الكلمة التي خص بها أعلام الأمة. أنا طبعا الحلقة لا يمكن أن تنتهي قبل أن أتحدث عن عامل مهم جدا تحدث عنه فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري في نجاحه، في من عوامل نجاحه في الدعوة التي تحدثت عنها مرارا خلال هذه الحلقة، وعلى لسان الشيخ اللي كتب في إحدى الصحف المصرية بيقول إنه الداعية لابد أن يكون لصيقا بقضايا أمته، لابد أن يعايش قضايا الأمة. وده طبعا يدحض الكلام يا جماعة الذي يتردد حاليا ويقول لا علاقة للدين بالسياسة ولا علاقة للسياسة بالدين، ده كلام فاضي.
ومشايخنا وأساتذتنا وعلمائنا الأكارم بينوا هذا الكلام يعني كثيرا، ولكن أنا هكتفي ببعض المواقف التي تدل على ارتباط فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري بقضايا أمته. أنه في حرب 1973 لما انتصر الجيش المصري انتصارا ساحقا على العدو الإسرائيلي في حرب العاشر من رمضان 1393 كما تعلمون، طلع فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري وكان في الكويت، كان بيدي محاضرات هناك، صعد المنابر في صلاة الجمعة وتحدث عن هذا النصر وتحدث عن الجهاد وأهمية الجهاد في الإسلام وحمس الناس، ولما رجع إلى مصر خطب خطب كثيرة وأحاديث كثيرة عن هذا النصر العظيم. لما حصل التطبيع مع إسرائيل طلع الشيخ عبد اللطيف مشتهري وبكل جرأة وبكل شجاعة واستنكر هذا التطبيع مع إسرائيل، وكان له خطب موجودة ومسموعة سنة 1979. أيضا في نفس العام حدث اعتداء على المسجد الحرام في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولذلك طلع فضيلة الشيخ أيضا واستنكر هذا الاعتداء. وده يعني قليل من كثير من مواقف الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. أنا هختم هذه اللقاءات التي أجريتها في كوم حلين بلقائين مع اثنين من المحبين جدا لفضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري، والحقيقة احنا خدنا الكاميرا ورحنا هناك حتى ندعو للشيخ على قبره، فحضراتكم تشوفوا هذا اللقاء. أعلام الأمة أقماه للعلم النافع أنواه، يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار، حياهم رب غفار. واحنا مع الحاج عمر فود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا يعني حضرتك دلوقتي أكيد في موقف مهيب أمام قبر الشيخ عبد اللطيف مشتهري حبيبك طبعا، رحمة الله عليه. وحضرتك كده يعني عرفت الشيخ عبد اللطيف إمتى؟ والله هي معرفة قديمة أو من زمان، لأنه هو له فضل علينا، فضل كبير والله، لأنه كنت بجي له القرية هنا وكان بيجي لنا في الخطب والدروس والمواعظ في نبروع عندنا إن شاء الله، فاستفدنا منه كتير قوي 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 والله. ولذلك هو يعني رحمة الله عليه له موقف معايا، هو اللي عمل لي العمامة بالعدبة وحطها لي على دماغه وقال لي هكذا هكذا سمة المسلم. فرحمة الله عليه من يومها، الكلام ده كنا سنة تقريبا 90 أو سنة 91، كنا في زيارة عند الدكتور سعيد في المحلة، فكنا بنصلي معاه المغرب والعشاء، فلقى الشال محطوط على اكتافي كده، فقال لي لا تعمم بهذه العمامة هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، واقتضيت بها من يومها لحد النهاردة إن شاء الله، وهي دي سمة المسلم وكلنا بنترحم عليه الله يرحمه. حضرتك يعني ليك مواقف تانية شيخ عمر مع الشيخ عبد اللطيف؟ المواقف الجميلة اللي كنا يعني كنت باجي أخده من القرية من هنا نروح نصلي الجمعة في مبارو وأرجعه تاني بصحبته، كانت صحبته صحبة طيبة، ودعالي ودعا لأولادي بالبركة والخير، وحضر أزواج يعني أفراح أولادي كلها بمشيئة الله، ويعني والله العظيم البركة حلت علينا بمعرفته وصحبته وعلمه لينا، ويعني الحمد لله. حضرت الدفن بتاع الشيخ؟ ما شاء الله والله كانت الله يرحمه رحمة الله عليه رحمة الله عليه. ومعنا فضيلة الشيخ محمد السعودي مسؤول الدعوة بالجماعة الشرعية في نبرو محافظة الدقهلية. أهلا وسهلا بك شيخ محمد. الله يسلمك فضيلة الأستاذ محمد السجيني، وجزاك الله عنا خير الجزاء. أنا خادم بالجماعة الشرعية وخادم للدعاء. فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشتهري الإمام الرابع للجمعيات الشرعية على مستوى الجمهورية، عالم فذ الكل يعرفه، ومن لا يعرفه يعرف عنه إن شاء الله. إحنا الآن في المقابر في القبر قدام اللحد الخاص بالشيخ عبد اللطيف مشتهري، وعلى تذكرتي كان موجود معنا في نفس المكان فضيلة الشيخ عليه صاحب الرحمة الشيخ عبد الحميد كشك، وكنت أمسك كراسة لأنه كان الوفاة في شهر 8 في أغسطس، وكان الجو حر شديد الحرارة، لأطري عليه وهو يقول كلماته. من ضمن الكلمات اللي أنا فاكرها
من الكلمه اللي قالها فضيله الشيخ عبد اللطيف، فضيله الشيخ عبد الحميد كشك، كان كل يبدا بكلمه سيدي عبد اللطيف، سيدي عبد اللطيف. وكان موجود برضو ايضا الشيخ حافظ سلامه وقال كلمه في نفس المكان، والشيخ عليان علي عمار وقال كلمه. دول اللي اتذكر الكلمات اللي هم كانوا بيقولوها هنا على الشيخ عبد اللطيف. اما الشيخ عبد اللطيف بالنسبه للدعوه وللدعاء، فموجود عندنا امام مسجد في الشيخ عبيد في نبرو ما بيخلفش بقاله 7 سنين، فطلب، كنا سهرانين بالليل بعد صلاه التراويح، فقرا قران على فول سوداني واداله، قال له خد دول واذهب الى بيت اهلك. كانت مراته حامل وجاب ولد بعد 7 سنين، وكان محتاج عمليه وما عملش لان كانش فيه فلوس، فالحمد لله وسمى اسمه الكبير عبد اللطيف، وهو الان اتم حفظ القران الكريم ايضا. طيب الشيخ سعودي، حضرتك اتعرفتي امتى على الشيخ عبد اللطيف؟ فضيله الشيخ عبد اللطيف جانا نبروه وعنده 17 سنه، واللي جه نبأ بيه فضيله الشيخ محمد عيسى عليه صاحب الرحمه، قال عندنا طالب في سنه اولى حافظ الالفيه بتاع سنه رابعه، لو جالكم ده هيبقى حاجه فزه. فجانا وهو اول خطبه له كانت في نبروه وهو عنده 17 سنه، وبدا علاقته باهل نبروه، ونبروه وهو له معزه خاصه في اهل نبروه، وهو كان بيحب نبروه. طيب في ذكريات كده حضرتك، مواقف معينه، مواقف طريفه، مواقف انت طبعا كنت بتصحب الشيخ كتير يعني؟ اكيد بفضل الله ما كنتش بسيبه الا ساعه النوم لازم اغطيه قبل ما امشي، ومن قبل الفجر بصحى وبروح اجيبه من المقر الجمعيه وننزل المسجد، ما بفرقهوش خالص. وهو اللي اسالنا عندنا سنه لما جينا نعمل جدول الجمعيه في رمضان، قال ما تخليش الشيخ يتكلم بعد الظهر، خلي بعد الظهر اسئله خاصه للناس اللي بتتحرك تسال. وقال لي اعمل درس بعد العصر نص ساعه، درس بعد الفجر نص الى 5 دقائق عشان الناس تقدر تقول الاذكار، بين التراويح تلت ساعه، اما درس النساء فكان هو يقول لي اعملوا ساعه لان دول محتاجين جهد اكتر. يعني ده كان فقه منه او دعوه لينا واحنا ماشيين على نفس المنهج من فضيله الشيخ عبد اللطيف بالنسبه للجمعيه الشرعيه في نبرو، واعتقد جمعيات كتير متاثره بهذا الوضع ان شاء الله. طيب شيخ محمد السعودي، حضرتك كمسؤول دعوه في الجمعيه الشرعيه في نبرو واختلطت كثيرا بالشيخ عبد اللطيف مشتوري، ايه بقى الدروس التي تعلمتها الان ونحن نقف امام قبر او لحد الشيخ عبد اللطيف رحمه الله؟ تعلمت منه الصدق، تعلمت منه الامانه، تعلمت منه اخر خطبه قالها في نبرو كانت عن سوره المرسلات، فقال فيها بان اخر خطبه للرسول صلى الله عليه وسلم كانت عن سوره المرسلات. وهو لما تعب، كان قبل ما يتعب كان بيرضى عهده جاي نبروه، فبعتنا له السياره بس اتنقل على المعادي، وهو في المعادي رحنا زرناه، ولما توفى جم يغسلوه على لسان الشيخ عمر سطوحي ربنا يعجل شفاعه خير ان شاء الله، قال هو جاي يغسله فالتقينا نفسه السروال تحت كان قصير ينكشف، مد ايده بعد ما قاله توفى وغطى نفسه عشان ربنا يستره. فكان دايما دعاءه بان ربنا يستره في الدنيا وفي الاخره، وحقيقي اثناء الوفاء مد ايده وستر نفسه. الله. ازاي دي حاجه بتاعت ربنا. ومن ضمن الحاجات اللي هو قالها لنا عندنا في نابورو، ان كان بيقعد شهر كامل زي ما قلت لسعادتك، بيقول بان هو في يوم هو بيذاكر فبيغمس كده بالعيش، فابوه بيقول له انت بتاكل ايه يا عبد اللطيف؟ قال له حاجه زي طعم العسل. فساله التاني مره بتاكل ايه يا عبد اللطيف؟ قال له حاجه زي العسل. بتاكل ايه؟ قال له انت مش واخد بتاكل ايه؟ انت بتغمس بتراب الفرن. يا سلام. فاقسم له بالله بانها كانت في بقه احسن من العسل. اعلام الامه اقماه للعلم النافع انواه يهدون الامه. متعه والله ما بعدها متعه، الحمد لله رب العالمين، ربنا يمتعنا بالصحه والعافيه جميعا وبمسيره هؤلاء العلماء الصالحين. انا في الحلقه اللي فاتت طلبت من حضراتكم تبعتوا لي كده رسائل قصيره لاس ام اس على موقع القناه، والحقيقه يعني اتفاجئت انه الاستاذ المسؤول عن الرسائل القصيره جايب لي 3 صفحات مليانه اسماء ما شاء الله، علشان نرشح مين اللي ممكن يعني نتناوله بعد ذلك من الشخصيات المعاصره. وحضراتكم انا اشكركم جدا على تواصلكم معايا في اعلام الامه. الحقيقه اللي انا شفته في 3 صفحات يعني حوالي 99% من هذه الرسائل بترشح فضيله الشيخ عبد الحميد كشك. ان شاء الله اعدكم
بإذن الله أن يكون شهر شعبان كله بإذن الله تعالى عن الشيخ عبد الحميد كشك حاجات أنتوا هتستمتعوا بها كتير وهتعرفوها. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لكل من اتصل بنا ولكل من لم يستطع أن يتصل بنا في أعلام الأمة، كما أنني أترحم وأدعو الله تبارك وتعالى أن يرحم أستاذنا وشيخنا فضيلة الإمام الشيخ عبد اللطيف مشتهري، أن يرحمه رحمة واسعة وأن يدخله فسيح جناته وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ونراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعلام الأمة أقماه للعلم النافع أنواه، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار، حياهم رب غفار. أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا، في كل مجال قد برعوا، حياهم رب غفار. من فيض الرحمن أصابوا في درب العزة قد ساروا، واليوم نحيي من رفعوا للدين صروحا وأناموا.